بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن التلاجة الوايت بوينت 18 قدم التركي. طبعا يا جماعة احنا كنا شرحنا قبل كده ان التلاجات الوايت بوينت كل مكوناتها بتكون ايطالية. لا يا جماعة، المكونات كلها بتكون تركي، التقفيل بتاعها تركي، الضمان 5 سنين شامل من شركة وايت بوينت العاب. طبعا شركة العاب ده يا جماعة شركة معروفة، تتميز انها بقالها 40 سنة في الاسواق. طبعا ليها خدمة ما بعد البيع متميزة جدا، قطع غيار طبعا متميزة جدا. طبعا بيعتبر التلاجة دي من اعلى الكفاءات في التلاجات التركي، والمصانع اللي هي خارجة منها في تركيا تعتبر مصانع نظيفة جدا. نبدأ يا جماعة هنا عندنا في الشرح، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا الرف اللي هو جوه هنا بايركس، زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ده الرف البايركس بتاعها، ده رف للفريزر بايركس. عندنا هنا ستائر التبريد اللي قدامنا دي يا جماعة، ستائر التبريد دي بتمنع الفريون يخرج بره التلاجة. لو ركزنا هنلاقي في الفيديوهات القديمة ان احنا عندنا التوشيبا ستائر التبريد بتاعتها للخارج، هنا ستائر التبريد بتاعتها عشان تكون مطلعة التبريد عمودي ما يخليش التبريد يخرج بره باب التلاجة. نيجي للمنظر اللي تحت يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده المنظر الداخلي من جوه هنا يا جماعة للتلاجة، ده الشكل بتاعه. طبعا خاصية النو فروست، عندنا الترموستات بتاعت التبريد بتكون من الجنب ده، لمبات التبريد بتكون من الجناب، اللمبات بتاعت التلاجة بتكون بالجنب ده زي ما انتم شايفين كده، وحاجة برضو في الجنب ده زي ما انتم شايفين كده. نيجي نبص على الرفوف يا جماعة، برضو الرفوف بتاعتها بايركس. الساعة اللترية بتاعتها نرجع عليها تاني من هنا، الساعة اللترية بتاعتها 450 لتر، 16 قدم مكعب. دي يا جماعه بتكون بطاقه ضرايب عشان خاطر الضرايب بتاعه التلاجة ما تطلعش عاليه. يعني التلاجة بدل ما هي سعرها مثلا النهارده في السوق 7400 جنيه يكون سعرها 8500، عشان خاطر ان هي 18 قدم ومكتوب عليها في البطاقه بتاعه الضرايب 18 قدم. طبعا بطاقه الكفاءه بتاعه التلاجة يا جماعه، عندنا الساعه اللترية بتاعتها 445 لتر، ان هي دي الساعه اللترية بتاعتها زيها زي الشرب بالظبط. نيجي هنا يا جماعه عند اقل، طبعا اعلى كفاءه واقل استهلاك. اقل استهلاك اللي هو طبعا اقل استهلاك في الكهرباء، 40 كيلو في الشهر او 50 كيلو كهرباء في الشهر. ندخل يا جماعه عند المواصفات الداخليه تاني للتلاجه، عندنا رفين هنا، واحد للخضروات واحد بيكون للفاكهه او للمعلبات. طبعا عندنا قوالب التلج بتاعتها دي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، الرف بتاعها البايركس ده بيتحمل معانا لحد 50 كيلو او 60 كيلو تحميل. الترموستات بتاعت التلاجه اللي من الداخل دي يا جماعه، تقدر ان انت تظبط التلاجه عليها من هنا مالتي او عادي او اعلى حاجه اللي هي ماكس فيها، دي بتكون 4 سرعات. التلاجة يا جماعة زي ما انتم شايفين شكلها كده من الداخل، حاجة الله أكبر عليها. وسعرها في السوق كمان سعرها جميل جدا، سعرها 7300 جنيه النهاردة بعد كل العروض شهر ديسمبر. نيجي نبص يا جماعة عند الشكل بتاعها، الألوان اللي بتكون متوفرة منها اللون السيلفر واللون الأسود، يعتبر اللونين أحسن من بعض والله، مش لون يعني، اللون الأسود بتاعها جميل برضه. نيجي نبص على ظهر التلاجة يا جماعة، ظهر التلاجة زي ما انتم شايفين كده أهو، الظهر بتاعها بدون شبك، موتور مقفول زي ما انتم شايفين كده، ده الموتور المقفول. طبعا التلاجات المستورده كلها يا جماعه الظهر ده يا جماعه بيكون معمول عازل للسخونيه، ان هو ما بيخليش اي سخونيه تكون طالعه من الحيطه، سواء في الصيف سواء في اعلى درجات التسخين بتاعتها، ما بيخليش اي سخونيه تكون على الظهر بتاع التلاجه من جوه. نرجع عندنا التلاجه بتتميز من تحت خالص يا جماعه، ان هي بتكون ليها رجول من تحت هنا، ومن جوه بتكون عجل. الرف اللي تحت ده يا جماعه في التخزين بتاعه بيشيل معانا هنا حوالي 10 كيلو وهنا 10 كيلو، يعني 20 كيلو تخزين بس. يعني حضرتك لو هتخزني قوطه او بطاطس او الحاجات دي تقدر ان انت تخزني لحد 20 كيلو، يعني درجين من فريزر. عندنا هنا ان انت ممكن تحط لحوم، تحط حاجات زي كده ما بيكون مشروع عليها ايه، اللي هو لحمه سمك فراخ، تقدر ان انت تخزنيها هنا برضو. عندنا الرفوف بتاعتها، الساعه بتاعت الرفوف بتاعتها جميله والله يا جماعه جدا، يعني الرفوف بتاعتها يعتبر من احسن التلاجات ال 18 قدم، عشان معظم ال 18 قدم لازم بتكون بتشيل رف عشان تقدر تشتغل عليها، عشان بيكون الرفين قريبين لبعض جدا. نيجي هنا يا جماعه عند الرفوف اللي في الجنب، الرفوف اللي في الجنب عندنا دي بتكون من اعلى درجات الرفوف اللي في الجنب دي في التلاجات عامة، بتكون اعلى جودة في الرفوف البلاستيك او الرفوف البايركس بتكون في الوايت بوينت العاب. عندنا هنا يا جماعة ميزة تانية، ان انت ممكن تقدر تشيل الباب تفكه من هنا تركبه هنا، دي ميزة برضو متواجدة في تلاجات وايت بوينت، ان انت حضرتك لو عندك فتحة الباب تقدر تفتحها من هنا، بتفك الباب من هنا وبتفتحه تركبه من هنا، بتخلي المفصلات بتتحول من هنا. طبعا ده بيتم من صيانة شركة وايت بوينت العبد، ان انت تتصل بفني من الشركة بيجي لك الفني بيحول لك الباب الفتحة بتاعته بدل ما هي من هنا بيحولها لك لهنا. طبعا احنا اتكلمنا عن ستائر التبريد دي يا جماعة، ان ستائر التبريد دي بتخلي التبريد يكون عمودي ما يخرجش بره التلاجة عشان التلاجة تسرب فريون. الضمان بتاع التلاجة الوايت بوينت يا جماعة بيكون ضمان 5 سنين شامل كل شيء. عندنا هنا العلامة دي يا جماعة ما بتكونش متوفرة في كل التلاجات، العلامة دي ان هي بتكون واخدة اعلى كفاءة في
البلاستيك بتاعها، التقفيل بتاعها، الجوده بتاعتها عاليه جدا. اللمبه ال LED دي يا جماعه ما بتكونش موجوده في اي ثلاجات موجوده، يعني معلش اسف، ما بتكونش موجوده في ثلاجات كتير. اللمبات اللي بتكون في الفريزر ما بتكونش موجوده في ثلاجات كتير، بتكون عامه موجوده في الثلاجات المستورده فقط لا غير. احنا كده يا جماعه شرحنا انتهى من الثلاجه الوايت بوينت ال 18 قدم. ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد بمواصفات جديده عن ثلاجات اخرى. طبعا يا جماعه اللي عنده اي استفسار عن ثلاجات وايت بوينت او غسالات وايت بوينت او اي حاجه تخص وايت بوينت بيسيب لي تعليق في التعليقات، وانا طبعا برد عليه اول ما بشوف الرساله. طبعا اللي عايز يحب عمليات الشراء والبيع من على النت طبعا بيخش لنا على لينك صفحتنا على الفيسبوك. طبعا موقع التواصل بيننا ممكن يكون سوق.com او جوميا، ممكن تلاقي المنتج موجود متوفر في الموقعين، طبعا تخلي عمليه الشراء والبيع موجود عليه. شكرا لكم يا جماعه، واسف لو انا طولت عليكم.